الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني أن ألتقي بكم في هذه الأيام المباركة وبالعشر الأواخر من شهر رمضان لأجدد لكم التهاني بهذا الشهر الفضيل، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يوفقنا جميعا لصالح القول وخالص العمل، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى وطننا العزيز وشعبنا الكريم بالأمن والخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعز والرفعة والسلام والاستقرار. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لسماحة السيد علي الشريف محمد الأمين على محاضرته القيمة التي تحدث فيها عن خطر التطرف والإرهاب، فجزاه الله تعالى خيرا على ما يبذله مع إخوانه العلماء والدعاة والمصلحين من نصح وإرشاد، نظير ما قدموا لدينهم ودعوتهم وما سخروا له أنفسهم ووقتهم خدمة لأوطانهم ومجتمعاتهم، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان. أيها الإخوة، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا الوطن الطيب والعزيز، والتلاحم الصادق بين أبناء شعبنا الوفي على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم وطوائفهم. فقضية الأمن والأمان قضية هامة جدا، بل من أهم القضايا التي يجب علينا أن نتذكرها دائما، والتي يجب أن يحرص عليها كل مواطن ومقيم، لأن فقدان الأمن يعني فقدان الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، والتي أمر الإسلام بحفظها. وقد جعل الله تعالى الأمن في رأس نعمه الكبرى، فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والأمان والسلام، كما نسأله سبحانه في هذا الشهر الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة ديننا ووطننا وأمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يحفظ مملكتنا الغالية البحرين، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.
وقد أدى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحضور صلاة المغرب جماعة.